عانوا الكثير يعني الجالية اليمنية طلاب وعمال ومقيمين من مسألة الإجلاء وتأخر يعني الإجلاء، حيث عانى المسافرون من انعدام باصات المواصلات التي تنقلهم من العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورت السودان. بعدها عانى النازحون من إيجاد سكن ومأوى وملاذ في مدينة بورت السودان. كانت الرحلة صعبة وكان في مشقة، لكن الحمد لله وفقنا الله وسافرنا رغم الحاصل الذي حصل معنا، والحمد لله رب العالمين. الكثير من الناس عانوا وما زالوا كثير من الناس عالقين هناك، أكثر من 1500 شخص ما زالوا هناك في المساجد وفي الموانئ وفي قاعات الأعراس.